إذا عاوزك تلخص لي حقبة جمال عبد الناصر قبل ما أنتقل إلى حقبة أنور السادات، تلخصها بإيه؟ أهم حدث بالنسبة لي أو حدثين أو ثلاثة، نمرة واحد ضرب الفقيه الدستوري رئيس مجلس الدولة عبد الرازق السنهوري بالجسم وينضرب لأنه قال حاجة واحدة. سنهوري الراجل ده كان وزير 49 وسافر ورجع في 51 تقريبا ليتولى رئاسة، هو تولى رئيس مجلس الدولة من 59 ل 54، من 49 ل 54 لما جمال عبد الناصر يبعت عمال النقل مجلس الدولة اللي هو ده مكتبي ده، يبعت عمال النقل يمسكوا الراجل يضربوه على اللي تموت على السلم ويهتفوا تسقط الديمقراطية، تسقط الحرية، تسقط الأحزاب، يبقى دي مسخرة في عهد سيء. تسقط الديمقراطية، يهتفوا كل اللي قاله الراجل إنه يا جماعة رجعوا سكنكم، الحياة الديمقراطية ترجع ليها، أحزاب بقى وبرلمان وننتقد والكلام ده. جمال عبد الناصر قعدوا في بيته بعد العلقة، راح بعد كده راح زاره في مستشفى، واللي راح طلعه من مجلس الدولة صلاح سالم، يعني ضابط في البوليس الحربي ضربه، ما اعرفش اسمه احمد ايه، طبعا في زباله الزباله مع عمال دول بتوع النقل، ونقلوه المستشفى. جمال عبد الناصر راح تاني يوم ايه يزوره، اتهمه رسمي في المحضر في النيابه ان هو المحرض على ضربه. جمال عبد الناصر منعه من الخروج من بيته. مين كرمه؟ سادات. مين؟ سادات؟ لا، كويت. الكويت. كويت خدته عندها بعد سنين طويلة، أقنعت جمال عبد الناصر عشان هو كده اللي عمل الدستور الكويتي. خلي بالك اللي عمل الدستور بتاع الكويت السنهوري، أقنع جمال عبد الناصر، طب أنت مش عايز أحمد زين يستفيد منه، وسافر الراجل وعمل الدستور الكويتي اللي لغاية دلوقتي عندكم.